كنا شغالين في مؤسسة المعدنية المياه نقاوس الدروع سابقا، ورانا توقفنا على العمل منذ عامين ومدينا لا حقوق لا ولو. كان يوعد فينا هذا الاخ هذا اللي يفتح المؤسسه هذه جديده تاع الماء، قالنا باللي كي تبدا راني ندخلكم انتم اصحاب الدروع. ما عندناش حتى مؤسسه اللي هي منصب قال مثلا وزين ولا غير ذلك ولا ما يشاكلوا باش تخدم في هذا بما انه تفتحت هذه المؤسسه جينا نطالبوا بمناصب شغل لهذا الشباب البطلين. الناس اللي كانت تخدم هنايا واحد جاب خوه واحد جاب ولده واحد كذا وما عطاونا كيما نقولوا حتى هضره اللي تقنع. ما ديجا ليكيب الاولى هاي ديمارات بعد هضرنا مع لاجون هنا اللي هما الحراس تاع المصنع هذا، قالنا استناو يجي من المصنع باش نحكوا معاه، هنا نستناو مواطنين باش يعطينا امر مقنع. وهذه المؤسسه راهي مؤسسه تاعنا احنا، ما نجينا نفسدوا ما نجينا نخربوا ما نجينا نديروا حتى حاجه.